جسمي ويساعد غيره من الناس. اليوم بدنا نحكي عن مبادرة كمان اسمها لافت وجميل عيرني كتفك، بدنا نحكي أكثر عن هي المبادرة للمساعدات إذا فينا نقول الطبية والصحية ضمن الظروف اللي عم نعيشها مع الدكتورة نيلي عبد الله مشرف إداري بالمبادرة والدكتور حسن الواو مشرف لوجستي بالمبادرة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك يا رب، يسعد صباحكم. يعني ونحن هيك تحت الهواء كنت عم قلكم مين بده يعيرني كتفه، قلتوا لي نحن الاثنين. هذا الشيء اذا دل فبيدل على قد ايه فعلا هي هالمبادره بتعبر عن الشيء العفوي اللي عايش جواتنا واللي ربينا عليه انه نحن نسند بعض، نكون سند لبعض. خليني بلش معك دكتوره نيلي ونحكي اكثر عن هي المبادره نتعرف عليها. هلا بدايه كاسم نحن سميناها عيرني كتفك، انه قديما وقت كانوا بالبيوت الشاميه الاب بده يزوج ابنه ما عنده غرفه زياده له، فهو كان يحتاج حيط جاره ليقدر يعمل له غرفه، فيروح لعند جاره ويقول له عيرني كتفك، بما معناه عيرني حيطك. وبناء على قبول جاره لهذا الامر هو قادر يامن ابنه بغرفه ويزوجه. فنحن نسبه لهيدا الشيء سميناها عيرني كتفك. ونحن كأطباء من فريق طبي اسمه أطباء الميدوس، كان من البداية شعارنا أنه نحن أطباء من أجل الجميع، وكنا نقدم المساعدة وما زلنا للناس صحياً سواء توعوياً من خلال مواقعنا على التواصل الاجتماعي أو من خلال الحملات اللي نحن نقدر نقدمها على أرض الواقع. ونسبة للوضع السيء الموجود هلأ ببلدنا للأسف والناس وضعهم سيء، عم نلاحظ في حالات عم تعاني من أنه سوء الوضع المادي، بالتالي حالاتهم الطبية ما عم بيقدروا يأمنوها، وانطلاقا لأنه حرام حدا يموت لأنه فقير ما معه مصاري وما قادر يأمن حاله، أطلقنا هيدي المبادرة لمساعدة هدول الناس اللي هنا بحاجة لمساعدة طبية ما قادرين يأمنوها. وهيك انطلقنا بعيرني كتفك. طيب دكتور حسن خلينا نحكي معك عن انطلاقة هي المبادرة، كيف بلشتوا شغل؟ يعني حكينا هلأ أنه من وين إجت الفكرة وبلشت، كيف بلشتوا شغل؟ يعني حاولتوا تكونوا ضمن دمشق وريفة، حاولتوا تدرسوا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو تعطوا مثلا رقم لإلكم لتدرسوا الحالة لأتأكد فعلا أنه هيدا الشخص بحاجة لمساعدة ولا لا؟ تمام. هلأ بداية نحن بنشأ تواصل بينه وبين الحالة المعنية، الحالة نحن لازم نساعدها أما عن طريق تواصل حالي معنا عن طريق مواقعنا على مواقع التواصل الاجتماعي او عن طريق التواصل المباشر مع المرضى بارض المشفى. يعني فمجرد انه توصلنا الحاله نحن بكون عندنا خطوه تاليه هي التوثيق الحالي، غالبا نحن بنرجع لتوثيق الحاله عن طريق الفيديو، بنبعت مندوبين من عندنا اطباء بيزوروا الحاله بيوثقوها عن طريق الفيديو، بيعرفوا شو سبب المشكله الموجوده عند الشخص وهو اي نوع من المساعده الطبيه بيحتاجها، بعدين نرجع نحن بننزل هذا الشيء على جروبنا وبنترك ارقام تواصل مشان نحن الشخص اللي حابب يساعد يتواصل مع هاي الارقام، فنحن بهالحاله بنلعب دور صله وصل بين الشخص اللي محتاج مساعده والشخص اللي حابب يساعد على اساس مبدا التكافل الاجتماعي. بالاخير نحن بمجتمع اي حدا منا معرض للاصابه سواء كان طبي ولا بسبب ظروف عم نعيشها، بس للاسف مو كنا قادرين انه نتحمل تكاليف العلاج الطبي بهالايام. يعني مثل ما فهمنا منك دكتور ودكتوره نيلي انه انتم مجموعه اطباء، هي مبادره طبيه بحته، عم بيتم طبعا التنسيق بينكم وبين اطباء ايضا موجودين بالمشافي قادرين انه هن يقدموا خدمات. فينا نحكي اكثر عن هذا الموضوع؟ هل الخدمات اللي عم تتقدم بالمشافي هي خدمات مجانيه من الاطباء المشاركين معكم ام بيكون انتم عم توصلون مع شخص بيتبرع بتكلفه خليني اقول العنايه الطبيه بهذا الشخص اللي تواصل معكم انه هو بحاجه مساعدة؟ هلا طبعا المساعدة هي معنا شيء فردي، يعني ما انه طبيب واحد او شخص واحد هو مسؤول عن المساعدة او بيقدمها. المبدأ عنا هو التكافل الاجتماعي، نبدأ من المجتمع ومنه نحن بنساعد. يعني عندنا حالة بحاجة بنعرضها، المجتمع مين حباله يساعد مثلا ماديا؟ نحن يعني المساعدة بتجي مادية تماما تحت اشراف المتبرع، نحن قادرين نجيب المستلزمات الطبية للشخص اللي هو بحاجته. هيك بتتم عملية عن طريق تبرع احد الاشخاص، تبرع احد الاشخاص او مجموعه من الاشخاص حسب يعني. فنحن بنوصل المستلزمات الطبيه اللي هو بحاجته، او ممكن هو بيكون بحاجه علاج مثلا جراحي، نحن نقدر ندفع له التكاليف اللي هو لازم يدفعها من خلال مساعده الاشخاص الاخرين، ضروري حكر على شخص واحد. والاطباء اللي معكم شو بيكون دورهم؟ هلا الاطباء اللي معنا طبعا نحن قادرين نساعد بنساعد، دورنا الاكبر هو رصد هدول الحالات وعرضها للمجتمع ومن المجتمع بنساعدهم. يمكن الجميل انه بعدكم انتم بكليه الطب عم تدرسوا وعم تحاولوا فعلا تعملوا جزء من
التكافل الاجتماعي بين بعض، وهذا اللي اثبته الشباب السوري اليوم خلال فتره الازمه. قد ما كان الشاب صغير عم يحاول يكون لو بوقت الفراغ عمل تطوعي انساني ليساعد اي حدا بيعرفه. ويمكن مثل ما قلتي من اسم المبادره، هذا الشيء معروف من نحن وصغار، يعني شيء من المجتمع السوري موجود. بس انتم كشباب قديش فعليا لما تحسي انه انت ورفقاتك بالكليه او بالجامعه عم تعملوا شيء، قديش هي بيرجع لكم نفسيا؟ قديش فعلا بتحسي انه انا لا فيني لسه اعطي، فيني لسه لما اشوف هذا الشخص ساعدته رسمت البسمه على وجهه فعلا عم حقق شيء؟ هلا نحن كفريق ميدوز من البدايه قلت لك انه نحن هدفنا نكون اطباء من اجل الجميع. عملنا كثير مبادرات من قبل انطلقنا فيها من ايماننا بالخير ببلدنا وايماننا بالخير باهل بلدنا، سواء حمله كورونا اللي اشتغلنا عليها خلال فتره الازمه الكبيره وما زلنا عم نشتغل على كورونا، او من خلال مثلا فتره الحرائق اللي صارت من كم شهر. قدرنا نحاول انه من ايماننا من هذا الخير قدرنا ننطلق منه. والشيء الحلو والملفت انه على طول في خير وعلى طول في عالم حابه تساعد. في شباب هيك يعني ايش في الناس بس بدها حدا ينسق، عرفتي حدا ينسق لهم انه لكم انتم قادرين تساعدوا، وهن فورا بيساعدوا. الخير موجود بابناء البلد مثلكم هون، الشباب بقدران الحق عم يحاول ضمن الظروف فعلا يعمل شيء سلمى خلال الحرب. اكيد، ويمكن كمان باعتباركم اطباء فانتم عم تكونوا تماس مباشر مع كثير من الاشخاص، سواء حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ميدوز قدرت تعمل تكون منصة حقيقية تقدم نصائح، تقدم معلومات طبية. خلينا نحكي دكتور حسن، اليوم كيف عم بيتم التنسيق بين الأطباء للاستفادة من خبراتهم وأيضا المساعدة بمثل هاي المبادرة؟ هلا بداية نحن بالمدوز نحن عائلة، يعني نحن مجموعة من الأطباء تعرفنا على بعض والحمد لله بنعاون بعض يعني كأخوات قبل ما نكون أطباء. يعني نحن مثلا إذا حالة تحتاج لمساعدة تتواصل معنا، مثلا انا بقدر ساعدها ولا لا، اذا ما بقدر ساعدها بتواصل مع طبيب عندنا مثلا مشرف اكثر، عنده معلومات اكثر عن الحاله الطبيه، ممكن يوجهني لكيف مثلا انا ممكن ساعدها. مثلا نحن اذا بنحكي عن مبادره عيني كتفك بشكل خاص، مثلا منذ انطلاقتها ما قال مثلا اسبوعين ثلاثه بدنا نقدم مساعده لعدد كبير من الناس. مثلا عندنا مواطن صاب خلال الحرب ومثلا تم استئصال جزء كبير من الامعاء عنده، صار بحاجه لشيء نحن بنسميه اكياس كولوستومي. الحمد لله قدرنا نقدم لها بالرغم انه مثلا تكلفه الكيس الواحد هو 12000 ليره سوري، يعني مانو قليله. مانو شيء صح. مثلا في ناس هلا خاصه بظل ازمه الكورونا والعنايات الطبيه الممتلئه، يعني قدره المشافي الاستيعابيه صارت محدوده جدا، فنحن بنقدر مثلا نامن اسوانات اكسجين للعديد من المرضى. يعني نحن بنامنهم اياها ونوصل اياهم لعند لعند مريض على البيت، نحن بنوصلهم اياها. كنا اطباء طب يعني طلاب طب، وبالرغم من الضغط الدراسي الموجود عندنا لا نحن عم نترك مجال لنقدم مساعده انسانيه، لانه الطب بالاساس هو مهنه انسانيه قبل ما يكون انه مهنه الهدف منها جني الجني المادي. مثلا من يوم كان في تواصل بيننا وبين طفله بمحافظه الحسكه، نحن طبعا مو بس ضمن حدود الشام، نحن واصلين الحمد لله لكل الاراضي السوريه. كانت متعرضه طفله بعمر 10 شهور متعرضه لحروق من الدرجه الثانيه، الحمد لله قدرنا نقدم لها المساعده، وبالمستقبل اي شيء بتحتاجه نحن اكيد رح نكون بخدمتها. يعني بالرغم انه يعني تاركين المجال الطبي او الدراسه الطبيه الى شق خاص، والمساعده الانسانيه الى شق خاص، يعني هاي هي حلاوه الميدوز. طيب بالختام، مشاريعكم القادمه شو هي؟ مبادرات بما انه نحن على ابواب توديع عام واستقبال عام جديد. استقبال عام جديد. هلا الحلو عنا انه نحن كل شهر عندنا شيء جديد ان شاء الله عطول. ودائما عندنا انه مثلا كل شهر له خصوصيته او له توعويه من امراضه التوعويه الخاصه وايامه العالميه، فاحنا كمان بنحب انه كل شهر هو شيء عالمي لشمعيه مثلا سرطان الثدي بنشتغل فيه وكذا. مستقبلا انه نحن املنا انه دائما نقدم المساعده للناس، نساعدهم توعويا اهم شيء، لان عندنا كثير عادات شائعه خاطئه بالمجتمع، وعادات عم تاثر سلبا على العلاج للناس. مثلا بيقول لك انه روح لعند مثلا عالج بالاعشاب للسرطان، والواحد بيجي بمراحل متاخره، فنحن عم نحاول نوعي الناس كمان من هيدا الجانب. بتتعدد جوانب التوعيه، وان شاء الله هيك نكون قادرين نوصل هيدي التوعيه ونساعد الناس على الواقع اكثر مما هي على مجرد مواقع تواصل اجتماعي. اكيد. تفضل حسن. هلا بس حاب اقول كلمه اخيره. هلا من خلال منبركم اليوم ولقائكم معنا، بحب اوجه رساله لجميع الاشخاص لجميع اطياف المجتمع السوري يشاركونا بهالمبادرة، لنقدر نأمن مساعدة لطيف أكبر من الناس اللي هني عن جد بحاجة. لأنه عن جد لما بالواحد بيكون مثلا أنا على بريد الصفحة تبع الميدوز، يعني يوميا في عشرات الرسائل لناس بحاجة لمساعدة، يعني بجوز يعني ما حد ناس مو مقدرة هذا الشيء، لأنه
يعني بتمنى من الناس كلها تشارك معنا، وقد ما كانت المساعده بسيطه هي بتشكل فارق كبير بالنسبه لشخص ثاني. قد ما انت كنت معتبرها بسيطه. اكيد. يمكن بدنا نختم بالجمله اللي قلتها، قد ما كانت المبادره بسيطه بس هي ممكن تحرز وتعمل فرق بحياه شخص مضرر او بحاجه. فاكيد نحن كمان بنضم صوتنا لصوتكم، بنقول لكل الناس فيكم تعيروا كتفكم ولو بشيء بسيط لحتى تساعدوا غيركم. تمام. نشكركم اكيد على وجودكم معنا، بتمنى لكم التوفيق بجميع خطواتكم القادمه. واكيد نحن فخورين دائما بالشباب السوري اللي مثلكم اللي عم يحاول ضمن الظروف الاستثنائيه يعمل شيء على ارض الواقع. شكرا كثير لكم. شكرا لكم. شكرا لكم، وتحيه لكل اطباء ميدوز الموجودين بالشام وحتى بالمحافظات الثانيه.